بذا فويس كيدز لجنة التحكيم المؤلفة من كاظم السهل، نانسي عجم وتامر حسني، منحس انه مثل كل ما عم بيطلع صوت جديد ولد جديد، خاصة انه هن ما عم بيشوفوا بس عم بيسمعوا هالصوت يكونوا مفاجئين. هل نحن محلهم كنا برمنا على كل مرة، كنا كبسنا على البزر كل مرة، كنا قفينا أصوات حلوة؟ هل في هالقد كمية يعني مواهب عند هالأطفال؟ الهيئة إيه؟ شوفوا ردة الفعل لما طلع علي الهادي وغنى هذا أنا. ادم وهذا انا. بتعرف انه ليلى بعد الاخبار كمان في حلقه جديده من ما في مثله، سكتشات جديده مع اهضم فريق، اكيد فريق يلي صرنا منتابعه صرنا سنين عبر الام تي في. وكمان من البرامج الجديده برنامج منا وجر، رح نحضر بروموشن لنشوف شو عم بيتحضر بهالبروجرام الجديد. 25 ثانيه بدنا نحول الاستوديو لسهره. بدي اياك بطلع لغني احضروني ميوت، بس احضروني شو عم بعمل وكذا. هذا البرنامج هو عباره عن المقال اللي بكتبها صار لي 12 سنه بزهره الخليج. انا اكثر واحد غيران منك هلا. فطوم فطوم فطومي خبيني ببيت الموني. وصف الدين الموسيقي ما بصيب الريت. خذ قطره. كنت قوم الصبح نقي شو بدي البس، صرت قوم الصبح نقي مثل مين بدي البس. ريزش يا هن وجر الليله 9:30 على الام تي في. وقفة منتبع ويندو ويدينج، أما أنا رح أرجع أشوفكم ولكن نهار الأحد، فخليكم تابعوا هلأ MTV Live. شوفكم قريباً.